اليوم هو آخر أيام العملية الامتحانية 19/6/2022. فقد بلغ عدد طلاب التعليم الأساسي والثانوي المتقدمين لهذا العام في مجمع جسر الشغور 3628 طالب وطالبة. فالامتحان هو نتيجة عمل واجتهاد وتعب، وهو ثمرة عمل طيلة العام للطلاب. وقد قمنا في مجمع جسر الشغور بكامل الاستعداد لإنجاح العملية الامتحانية. اليوم كان آخر يوم للامتحان، وحصاد هالسنة كلياته تعب كان هو في هذا اليوم، وهو عندنا مادة العلوم، والأسئلة كانت إنه ما كتير لا سهلة ولا صعبة، وهي متوسطة للدارس يعني بيعرف بيحلها. وبنتمنى من المصححين إنه يتساهلوا مع سلم التصحيح للطلاب، وهن بيعرفوا وضع الطلاب. الحمد لله اليوم كان عندنا آخر يوم بالامتحانات، وطلعنا الحمد لله كاتبين كويسين، ونشكر جميع الأساتذة اللي وصلونا لهذا يعني تعب سنة كاملة مثلا، إنه خلصنا الحمد لله وارتحنا. وأيضا كمان بتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، ويعني كل مين يحقق مراده ويدخل الجامعة الفرع اللي بيريده. طبعا الحمد لله اليوم كان آخر يوم من أيام الامتحان، من أجواء الامتحاني. الأسئلة كانت شبه متوسطة تقريبا، أغلبية الطلاب طلعت مبسوطة. من طالب وزارة التربية بوضع دورة تكميلية لثلاث مواد وتسهيل سلم التصحيح.